السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحمد الله تبارك وتعالى ونشكره على ما نعيشه من نعم عظيمة وآلاء جسيمة، ونهنئكم جميعا بما نعيشه في هذه الأيام من شرف الزمان في شهر رمضان المبارك، شهر الخيرات والبركات، شهر القرآن والنفحات، شهر التلاوة والتراويح والدعاء والتسابيح. فنحمد الله تبارك وتعالى ونشكره على هذه النعمة، وإن من شكرها أن نغتنم أوقات هذا الشهر الكريم بما يقربنا إلى الله عز وجل من حسن الصيام والمحافظة على القيام، وما ينتجه الصوم ومدرسته من خيرات وبركات في التقوى وقوة الإيمان وسلامة القلوب والصدور للمسلمين وتعاونهم على البر والتقوى. وكما ننعم بشرف الزمان ننعم بشرف المكان، فهنيئا لكم جوار المصطفى صلى الله عليه وسلم، والصلاة في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي. ونشهد الله على حبه واتباع سنته، ونسأل الله أن يحشرنا في ثمرته وتحت لواء سنته، إنه جواد كريم. أيها الإخوة المسلمون، هذا المكان العظيم المسجد النبوي الشريف له فضله العظيم ومكانته الكبرى ومنزلته العظمى، فالصلاة فيه بأفضل من ألف صلاة فيما سواه، فيا لها من نعمة عظيمة. وإن مما يسر الخاطر ويبهج النفوس ويشرح الصدور توافد هذه الأعداد الكبيرة من المسلمين لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والزيارة، فما أحراهم وما أحراهم ويا بشراهم أن يلتزموا آداب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجواره عليه الصلاة والسلام، فيحرصوا على الآداب الشرعية والأخلاق النبوية. نحن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن نستقي من مدرسته في الأخلاق والقيم، وإنك لعلى خلق عظيم في الرفق والرحمة والصبر والتراحم فيما بيننا والتعاطف والتآلف والاجتماع والتعاون على البر والتقوى، وخفض الصوت وعدم رفعه في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، والنتيجة خطيرة والعاقبة عظيمة، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. كما ينبغي أن نعلم يقينا أن هذا المسجد إنما أنشئ وأسس على التوحيد وعلى التقوى والرضوان وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلنحرص على تقوية الإيمان فيه واتباع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم والعمل الصالح الصادق الخالص، ألا لله الدين الخالص واتباع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فهذا عنوان محبته. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يفعله بعض الإخوة هدانا الله وإياهم من انشغال أنفسهم في غير العبادة وتحويل المسجد مكان العبادة إلى غير ما هيئ له، لا شك أنه من السلوكيات التي ينبغي أن يحذرها من أراد ما عند الله عز وجل في مثل هذه المواسم التي تفتح فيها الجنان وتغلق فيها النيران وتصفد فيها الشياطين. من أين يشبه هذا الزمان زمان؟ وكذلك أيضا في شرف المكان، هذا المكان المعظم الذي درجت فيه مدارج النبوة وسار فيه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ف
فينبغي أن نتأدب بآدابهم وأن نسير على سنتهم وما كان عليه سلف هذه الأمة رحمهم الله ورضي عنهم، وما يعمل إليه بعض الناس من انشغال أنفسهم بالتصوير والهواتف المحمولة وضياع أوقاتهم، لا شك أن هذا ما لا ينبغي للمسلم أن يفعله، لا سيما مع شرف الزمان والمكان. كذلك ينبغي أن نحافظ على نظافة هذا المسجد وصيانته وتطهيره، وأن نتعاون مع الجهات المعنية والجهات الأمنية، فرجال أمننا وفقهم الله يبذلون جهودا كبيرة في حفظ أمن وسلامة زائر هذا المسجد المبارك، فينبغي علينا أن نلتزم التوجيهات من هذه الجهات المعنية لأنها تسعى إلى أمننا وإلى سلامتنا، ونؤدي العبادة في بيئة آمنة مطمئنة سليمة من كل ما ينغص آداب هذه العبادة وخشوعها. وينبغي لمن يصطحبون الأطفال أن يتقوا الله عز وجل فلا يشوشوا على المصلين، ويعلموا أولادهم وأطفالهم آداب الحرمين. وكذلكم إخوانكم في وكالة الرئاسة لشؤون المسجد النبوي يبذلون جهودا مباركة، ينبغي أن نتعاون معهم ونشيد بوعي الزائرين ولله الفضل والمنة، وتعاونهم وتناغمهم وتكاملهم وتنسيقهم بما أخبر، ولله الحمد والمنة، موسما ناجحا ومبهرا على كثرة الأعداد وتوافر الخدمات، ولله الحمد والمنة. وعلى المرأة المسلمة وهي تأتي إلى هذا المسجد المبارك أن تتأدب بآداب الحجاب والعفاف والحياء والحشمة، ولتزم جميعا بآداب الحشود والتفويج وعدم المزاحمة وإيذاء إخواننا المسلمين، سواء عند الأبواب أو في الدخول أو في الخروج أو في الروضة الشريفة، فهذا المكان كله بركة وكله خير، وهو روضة من رياض الجنة. ونسأل الله أن يقيم خادم الحرمين الشريفين وولي عهده على جهودهم المباركة في خدمة هذا المسجد الشريف وخدمة زائريه، وكذلك حرص أمير المنطقة وفقه الله ونائمه، وتعاون الجميع بما يحقق المقاصد والأهداف الشرعية والأنظمة المرعية. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعل صيامنا مقبولا وعملنا خالصا سديدا مباركا على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يوفقنا وإياكم لصالح الأعمال، وأن يمن علينا وعليكم في هذه المواسم بالرحمة والمغفرة والعتق من النار بمنه وكرمه، إنه جواد كريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.